في ضيافة مدينة أبو ظبي وبالأخص قصر السراب. هذا المنتجع اللي أقدر أقول عليه مكان من الخيال لكن في الحاضر. عشان نتكلم أكثر على هذا المنتجع معايا الأستاذ وائل سويدي اللي هو المدير الإقليمي والعام لمنتجع قصر السراب وكمان منتجعات أنا تارة في أبو ظبي. أهلين فيك معانا وشكرا لاستضافتكم. نحن بنشوف إبداع قصر السراب، كيف جات فكرته في وسط الصحراء؟ قصر السراب الفكرة نشأت ب 2007، قرروا يعملوا واحة ويستقبلوا الزوار اللي بيجوا على الصحراء، يعرفوا المنطقة ويعرفوا كيف كانوا البدو وكيف كانت الإمارات قبل ما تتطور وما تتحضر. عندي شوي فضول على ليش اسمه قصر السراب. قصر السراب لأنه ما بتشوف الفندق قبل ما توصل على باب الفندق بذاته، صح. عشان هيك هو سراب، تشوف الديونز بتغطي عليه وبتموج مثل السراب. ايش اللي بيميز قصر السراب عن غيره من المنتجعات؟ قصر السراب يتميز اول شيء بموقعه اللي هو بالربع الخالي اللي هي منطقه صحراويه بس فيها قصر السراب اللي بيتضمن 205 غرف مع 52 فيلا مع 54 حوض سباحه بقلب الصحراء، فهيدا بيميزه عن كل الفنادق الصحراويه. في هون من الفيلا الملكيه بتشوفي ضخامه وكبر المنتجع قصر السراب. اذا بتكملي لهون بتشوفي هاي البحيره الاصطناعيه عاملينها احنا خصيصا لحتى يجوا الحيوانات الغزلان يجوا يشربوا مي، وبالنهار بنحط لهم احنا اكل كمان لحتى نجذبهم للمنطقه. موقع قصر السراب المميز في وسط الصحراء، فايش ممكن بعض الاكتيفيتيز اللي الزوار بيعملوها سواء للكابلز او حتى كمان العوائل؟ تبدا الاكتيفيتيز من اول شيء ركوب الجمال ركوب الخيول العربية، عندنا الشو السلوكيز والصقور العربية، بعدين في عندنا الدراجات الهوائية اللي بتمشي خصوصا بالصحراء، وبعدين بنعمل اكتيفيتيز خاصة لما يكون في عندنا الفول مون. شو هلا هدول على الديونز هون بيطلعوا بيقفوا فوق على حوالي 6 الا بتلاقي جميع النزلاء تبع الفندق طلعوا لفوق وعم يتفرجوا على احلى غروب شمس. لما احد يخطر على باله قصر السراب انه في مكان صحراوي فاكيد على طول بيجي في باله انه المكان حر، فايش عملتوا في قصر السراب بحيث يتلائم مع طبيعه الجو؟ طريقه البناء اللي عملوها كانت بناء مثل الايام الزمان، يعني كله من طين بيتلائم مع الرمل. اذا بتشوف الستركتشر تبع الفندق معمول بطريقه الهواء يبرم فيها ويعطي بروده اكثر. الاقمشه والغرف اللي عملناهم بقصر السراب تتلائم كل الوانها مع الوان الصحراء، تتراوح مع الذهبي تتراوح مع الاحمر لما يتحول الرمل لماغنيزيوم، فالالوان متلائمه ومتناسبه للشتاء وللصيف. هون الوان الرمل مختلفه، في ثلاث الوان، في عندك الذهبي اللي هو الرمل، في عندك الابيض اللي هو الملح، وفي عندك اللون الاحمر اللي هو الصدى. لانه الرمل بقلبه مثل ماغنيزيوم فبيتحول لصدى. بسبب بعد قصر السراب عن وسط المدينه او ممكن نقول كل الخدمات اللي بنلاقيها في المدينه، هل المكان مؤمن ومجهز لاحتياجات الزوار؟ قصر السراب مجهز باول شيء عندنا نيرس 24 ساعه، بعدين في شرطه ابو ظبي موجوده على بعد 10 كيلومتر من هون بالهليكوبترز، وعندنا كمان الاسعاف مع الدفاع المدني ساكنين مع الموظفين تبعونا لاي حاجه طارئه. سبا سارة اليوم يلعب دور مره مهم وعنصر جدا اساسي في اي منتجع احنا بنختاره، فايش اللي بيميز السبا في قصر السراب؟ اليوم انت عم تحكي بسبا بنص الصحراء، الاسترخاء اللي بتحسيه والصفاء اللي اليوم بتتناوليه بخلال مساج مع الهاي اند ثيرابيست اللي عنا اياه هون، فعليا بفوت برحله فريده من نوعها. وهون بتطلعي من السبا تكملي استرخائك على الاخر يعني من الف لياء. سمعت عن الايس روم او غرفه الثلج او الايس مساج اللي انتم بتوفروه عندكم في السبا، جدا متحمسه اني اجربه لكن حابه اعرف عنه تفاصيل اكثر. اجمالا بنعمله بعد الموروكن باث او تركيش حمام، فاول ما يفوت على غرفه الثلج تعتدل حراره جسمه بعد ما نحط له الايس فليك على الجسم وسكرابت، فبتحسي بهالانشداد الجسم بفرش وبانرجي. بما انه سبا في نص الصحراء وفي وسط الصحراء، ايش في خدمات ممكن يحصلوا عليها الزوار اللي بيجوا على السبا؟ لك الشيء الحصري اليوم بتتناوليه بقلب قصر السراب انه الناس بنبني لهم كابانا بنص الصحراء يعملوا المساج فيه. وهي وكمان ميريت وشهد، ده المكان لازم نجي له كلنا سوا لانه حنعيش تجربه جدا فريده من نوعها. وكمان المشاهدين المكان الصور ممكن تظلم حقه، فلازم تيجوا وتخوضوا هذه التجربه الفريده من نوعها. فان شاء الله همسه يشجعكم على زياره ابو ظبي وبالاخص قصر السراب.